السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي عندي كتاب النشاط صفحة 42 و43 يونت 2 لسن 6. write the capital letters، هذني الأرقام لازم نكتبها. أي هنا الإي البيضة، أي نملة الأنت، هنا الإي إيك البيضة، الاي هاي انك، والبي الكابيتال الحقيبة، والاف السمكة فيش، والجي هذه الحرف الجي، والسي يا كات، وهذا الجاوت هذا الج ج هذا اول حرف، والكي الطائرة، والدوغ الدي الكلب، والهات هذه الاتش اللي هي ه ه هات، والال ليك ليك الكابيتال، والمات الحصيرة. ننتقل الى صفحة 43. همات حليتها لاختصار الوقت. هنا عندي صفحة 43 رايت اند رو، هذه عندي الاو ويا فروغ، هنا هوب، هنا دوت، وهنا بوكس، وهنا دوك، وهنا سوكس.